ويهج صلاة الصبح جماعة مع الأسرة ثم يذهب إلى المسجد ويعيد الصلاة. لا لا، هو المفروض أن يصلي صلاة الصبح مع الجماعة في المسجد، وأهله يصلون في البيت، ويعني هذه القضية يعني خصوصا في جماعة جماعة جماعة، وإنما القضية يعني بعض العلماء عندهم يجوزوا في قضية أن يصلي صلاة أخرى يعني كانت الأولى نافلة ثم يصلي الفريضة، وهذه لا يصلي فريضة في منزله، الثانية فريضة كذلك في ظاهرها نسمة. نعم، وعند الإمام مالك لا تصلح هذه، لا تصلح. نعم نعم، إذا شيخنا لو هو فعل هذا الثانية تصبح نافلة لو ذهب وصلى. هي قالوا إذا كان هو صلى ثم أعاد، يعني عندهم طرق فيها، إما أن يعيد بنية الفريضة معنى ذلك أنها يبطل الأولى، وإما يكون قضية نافلة. نعم، وإما التفويض كما تكون يفوضها لله سبحانه وتعالى، ولذلك بعض التابعين لما سأله بعضهم يعني كيف تكون الصلاة الثانية، يعني هل هي فريضة أو نافلة، قالوا هل أنت يعني حر فيها، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي حولها كيف شاء. لكن نحن نرجع للمسائل الفقهية عند الإمام مالك لا تعاد، لا تعاد. نعم، بل نقول أنت صلي مع الجماعة مع الرجال يعني الصلاة المكتوبة ولك أجر عظيم 27 درجة. نعم. وأهلك يصلون في المنزل ولهم أجر عظيم، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. نعم. نعم.